السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، انا سالم جديد معكم يا محمد من قناه وي نو كونكر. النهارده فيديو جديد من فيديوهات كول اوف ديوتي موبايل، وهي ازاي نقدر نجيب الفلاش درون المهم يا جماعه كالاتي: اول حاجه بس اشترك في الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان نعمل لكم فيديوهات كثيره كول اوف ديوتي موبايل. اول مهمه، بتلعب 5 ماتشات ملتي بلاير، ما فرقتش اذا كانت بلاير رانكد او عادي، تمام؟ مفيش اي مشاكل، بس اهم حاجه تلعب 5 ماتشات. بعد كده نطلع تاني، بيقول لك ثرو اني تكتيكال اكويبمنت 15 مره في الماتشات اللي هي الملتي بلاير، اللي هي يا جماعه الحاجات اللي بتترمي، القنابل بتترمي. بنخش على لود اوت ملتي بلاير، بنخش على اللي هي الحاجات اهي تكتيكال، اللي هي مثلا جرانيت، سموك جرانيت، اي ام بي، مثلا كريو بومب، جاز جرانيت. فانا هجيب جاز جرانيت بصراحه، تمام. بعد كده بيقول لك نخش تاني على سيزونال. بعد كده بيقول لك يا معلم كل 10 اعداء بسرمايت. سرمايت يا جماعه اللي هو ده، نقدر بيه 10 اعداء، هو ده، تمام. نختار الكامو، نختار شكل ايه، نختار الشكل ده. بعديها تقدر 15 عدو بالام كي 2 ملتي بلاير ماتش مع تكتيكان بيرك. الام كي 2 يا جماعه بنخش هنا اهو لود اوت، نخش على الاسلحه تقريبا في ماركس مان ام كي 2، تمام، هو ده. حلو الكلام. تكتيكان بيرك بقى يا جماعه بنخش على البريكات اهو، هو ده، تمام. ادي البرك اللي هتلعبه مع الام كي 2، ونفس المهمه اللي بعديها برضو الاي كي 47 بنفس المهمات برضو اللي هي التكتيكال بيرك وسلاح الاي كي 47، طبعا احنا كلنا عارفين ايه هو، تمام. بنقدر بيه 25 عدو. اللي بعديها تستروي ان انمي سكور سترايك ويز اي ام بي تكتيكال جرانيت. اي حد ماسك سكور سترايك يا جماعه او مشغل سكور سترايك عايزين يدمره، لازم ب اللي هو الاي ام بي. ادي الاي ام بي يا جماعه اللي هندمره بيه، حلو. طب ايه هو سكور سترايك يا جماعه؟ اللي هو الحاجات اللي زي كده زي ما انتم شايفين، تمام. بس اغلب الحاجات اللي هتدمرها طبعا مثلا لو هي شيلد، مثلا لو قدرت تدمر شوك ار سي، بس اهم حاجه بالاي ام بي بوم، تمام. عندك ممكن كمان تدمر اللي هو ستري جان، تمام. اللي بعديها عشان نقدر نجيب المهم اللي بعديها، يلا بينا. واخر حاجه يا جماعه طبعا اكسب 3 ماتشات ويز هارد ويرد بيرك، تمام. هارد ويرد بيرك اكويب، لازم نكسب 10 ماتشات بيها تقريبا اهو هارد ويرد، تمام. ودي اخر مهمه بتكون. حلو الكلام. ادي يا جماعه البريكات اهي، ركزوا فيها خالص. البريك ده تكتيكال او تكتيكال، وطبعا هارد ويرد اهم حاجه تركزوا فيها الحاجات دي. كده المهمات تكون خلصت ونكسب 3 ماتشات، مش 10 معلش 3 ماتشات، دي تكون المهمه خلصت، وكده هنكسب الفلاش درون. كده يا جماعه المهمه خلصت. اتمنى منكم كل الدعم وكل الخير وكل الحاجات الحلوه منكم. الى اللقاء في فيديوهات قادمه ان شاء الله في كول اوف ديوتي موبايل. سلام عليكم.